هذا جانب، جانب الجانب الصحي. كما قلت لك ثم الجانب السياسي والرياضي. ايش معناها انا رئيس جامعه يدور مع مرشح رئاسي؟ ايش معناها رئيس جامعه يرشحوه المنصب رئيس حكومه؟ ينجم يكون بصفته شخصيه معناها. لا 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 سامحني سامحني، هو وقت اللي يرشحوه شنو هي صفته الشخصيه؟ شنو المستوى اللي عنده؟ يقول لك انا مواطن من حقي نمشي مع اللي نحب. لا 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 عارفين تمشي مع اللي نحب، لما كي تكمل المندام تاعك تمشي مع اللي تحب. اما انت وقتها رئيس فيدراسيون. دونك انت قاعد تخلط في السياسي بالرياضي. نزيدك حاجه اخرى، هو قال خرج عمل في الشروق، قال رشحوني فلان وفلان وفلان وفلان. يا اخي خرجوا فلان وفلان قالوا تكذب، حسون الناس في خرج قال ما رشحناكش. معناه هو ايش يعمل؟ يستعمل في التزييف، يقول انا كيقول حاجه تو يحشموا باش يكذبوني. تو خرج قال ما رشحنيش كنيس باش رشحني حسون الناس في كتله المستقبل. خرج له عصام برقوقي كتله المستقبل قالوا تكذب ما رشحناكش رئيس الحكومه، وخرج له حسون الناس قالوا تكذب ما رشحناكش. ريتك الميسيون عملها معاه في التلفزه. هو اللي جلاد لهنا كان حاضر قال رشحنا ولدي عزيز. معناه سامحني ما نصدق اللي ولي جلاد اللي عنده علاقه اللي عنده جمعيه خاف عليها لطيح، ما صدقش السيد مولى المول قال لك انا ما رشحتكش. يا اخي يا اخي ترشيحات تصير بالسرقه، هي ترشيحات لو عندنا مده، هاني انا كنائب بعث لنا رئيس الجمهوريه سيد رئيس الجمهوريه قلنا رشحونا شكون؟ يبعثوا لنا قبل المده ونجتمعوا ونكتبوهم في ورقه ونعملوه. مش كنت يا اخي ما خلطتش، شنو معناه ما خلطتش؟ ما انا عندك الوقت كيف باش تحط؟ معناه وليد جلاد ممكن عنده جمعيه يخاف عليها وعنده الحق باش يخاف. كي نشوف البطش نتاع الانسان هذا وكيف يصرف فيه كي الضيعه نتاع ابوه، سي نورمال الناس تخاف منه، سي نورمال تقول فك عليه بالتقدير. ما غير من ابوه لا لا الضيعه نتاع ابوه ماهيش على ابوه هو. لا لا مهم، شكرا على التوضيح. راه ما نقصدوش ابوه كشخص، راه يقولوا رزق ابوه ولا ضيعه ابوه معناها ملكه، ما عنده حتى ما نقولوا ملك خاص ولا ملك خاص. عندك الف حق. علاش اليوم يا سي العياط؟ علاش اليوم؟ سهل ياسر. ودي عجلي عنده 8 سنين تقريبا رئيس جامعة. عمري ما اهتميت بالكرة. وهذه علاش اليوم ما تطرحش كان في ودي عجلي راهو. تطرح في ناس على الناس اللي شقرون، تطرح على الفخفاخ، تطرح على كذا. اليوم في تونس عندنا 216 نائب. 216. 250 حزب. مئات القضاة. مئات المحامين. ما نجمش سي العاري يحل دوسي تاع الناس الكل راهو. مانيش الدولة. دونك تقول معناها نحل الدوسي كي تجي اوبورتونيتي ولا تجي بوسيبيليتي ولا تجي امكانيه ولا ثم علاش؟ معناها ما نجمش نعوض القضاة والهيئات والجمعيات والمحامين والنواب والاحزاب نخدم خدمتهم ونخدمهم الكل. نجم نخدم عدد محدد من الدوسيات. ثم حاجات تصير دي ديكليك يخليك تهتم بالدوسي هذا مش بالدوسي هذا. شنو هو ذا القادح اللي سميته الديكليك؟ والله كي شفت الصار هلال الشاب. معناها تجي الجهه كامله الناس تخدم الناس مهما كانت الاغلاط بجرد قلم تقليلها على امالها الرياضيه في تونس. اش عندنا احنا؟ ابعد شويه فوت البياش في تونس عندنا؟ في الشباب في كل بلاصه عنده الكوره يتنفس فيها، هذيك هي هذيك الاكتيفيتي برانسيبال نتاع الشباب، وين يتنفس وين يخرج اللي فيه وين يعبر وين كذا. تجي تنحيها علاش؟ خاطر قال كتله بوديت. انا كي حكي لي الحكايه المره الاولى ونقول لك بصراحه مدام شرف الدين اللي هي نايبه على المهدي ما عندها حتى علاقه بسيدي شرف الدين راه اللقب بشبه بر. كلمتني قالت لي راه عندنا مشكله في الشاب هكا وهكا وهكا يا سيدي تمشي تشوف معنا القصه. قلت لها انا شنو هي القصه؟ عديت لي سي المكشر اللي هو رئيس الجمعية قال لي راه عملوا لنا هكا وهكا 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 وهكا. والله اللي صدقتها قلت عجب، معناها ينجم عنده السلطه باش يجي الجهه كامله يقمعها بالطريقه هذه. قلت له راني مختص في الرياض تو نستفسر، خاطر في خدمتي يجيني برشا ناس تعطيني معطيات غلطه، فما شكون يحب يصفح حسابه مع شكون وكذا. طيب الوقت قلت ما ناخذ حتى شيء مسلم الا ما ثبت. شكون استفسرت؟ هو اللي استفسرتهم ناس في الرياضه وخيروا انهم يقعدوا اساميهم لا تذكر ونحترم الرغبه نتاعهم، لكن الناس مختصه في الرياض قانون في القانون الرياضي. فقالوا لي صحيح راهو عمل جلسه عامه وكان ثم محكمه نتاع الرياضه نحاها باش يقعد هو يحكم وحده وينفذ الاحكام وراهو ماهيش اول مره وراهو كذا وكذا وكذا وكذا. قلت انا النائب على كل التونسيين من اللحظه اللي انتخب فيها، والشاب غادي كتوانسه ونعرف كره القدم مش تعني للناس الكل في كل مكان. وهذا الظلم غير مقبول وغير مسؤول. بديت نحكي شكون وليد ودي عجري، بديت نقرا في ليزارتيكل نتاع اي وات بيت اللوش. وبعد جات الحكايه نتاع الكاف، لقيت فيديو نتاع خلينا نبقاو في الدوس نتاع الشباب جوستومون اللي استاذ سيدنتو. انا بديت نبحث في الموضوع لقى فيديو نتاع الكاف ها باش يرشحوا فلان خاطر سي وديع الجريء يتكتك مع احمد اللي سمى بلادنا البارح هو انفي بالطبيعه. مش نقول لك البي بي سي خرجت البلدان المعموله وانا صدق البي بي سي اكثر من وديع الجريء تكون واضحين. يظهر لي نجم مسمي اللي كان يلقاه يكذب على حسون الناس في حسون الناس في حي، خلي ما يكذبش على امور اخرى، خلينا نكون واقعيين. فقلت لي القصه، هبطت فيديو على الباج نتاعي قلت بالله كذا مش مختص في الرياضه يفهمني اسكو بالحق الحكايه، معناها يحب يحرم تونس من رئاسه الكاف خاطر عنده حسابات مع المغاربه مع احمد. ما خدمش تليفوني في حياتي كيما في الساعتين تعدوا بعض. كلموني مسؤولين اكتويال في الجامعه، كلموني مسؤولين من الجامعه اي من الجامعه اي في المكتب الجامعي في المكتب الجامعي توي، كلموني مسؤولين سابقين، كلموني حكام، كلموني رؤساء انديه. عمري ما تصورت انه انسان ظالم عباد في تونس بهذه الدرجه.
واللي هذا يقول لي سيس على روحك ورد بك على روحك راهو يعمل راهو كذا راهو يضرك راهو اي قلت علاش كيفاش تشالنج اكسبتد نقبل التحدي هو. انا لا عندي جمعيه باش طيحها سي بوان لا باش يخرجني على البنك لا باش واللي زاد خلاني ناخذ الطريق الامور بطريقه شخصيه كي شفت كي جابوه في التلفزه ما ثماش كلمه اخرى توصفها الحقاره على مسؤوليتي ماذا بين عليها سياسيا ماذا بين عليها خليك من جمل جيب بالك رايك لما انسان في الوضع اللي احنا فيه تو شو يعمل يلعب على ورقه الجهويات بتلك الطريقه يحب يحل حرب اهليه في البلاد كي ما لقاش اجابه على سؤال خطر لي من هاك البلاصه هذا كلام معقول هذا كلام مسؤول هذا كلام تاع وضعنا تو تحب شنو تحب تعمل انت كل ما لقاش اجابه على سؤال انا خاطر لي ماك البلاصه وانتم خاطر لي ماك البلاصه هذا خطاب تاع انسان مسؤول هذا انسان يهدد الامن القومي تاع البلاد شنو يحب طالب معنا غدو غدو زوج جيران كل واحد من بلاصه يقول له انت طيح لي في ولد بلادي وانت طيح لي في ولد بلادك هذا من يحب يوصل البلاد فهمت علاش قلت لك كلمه الحقاره حتى اونتر كيومي معناها لهنا اللي عملوا يهدد الامن القومي حقيقه يحب يشعل حرب اهليه في البلاد الواش باش يربح بلاصه مع احمد الله اعلم اش بيناتهم معقول هذا؟ باهي خلينا نمشيو للتفاصيل انت قاعد تحكي شويه عموميات أي. في موضوع هلال الشاب انت قلت خذ طلب اوديت لكن كي هو يحكي لهنا يقول لك لا فما تراكمات فما عركه قبل انت مثلا الشاب كي داخل عركه مع وادي الجري ما هو خلص الخطايب باش يشدش عليك حتى شيء لا جوستومون واعمل الانخراط نتاعك في حكم 92 حكم ماهوش منافذين من 2012 وحنا راجعين انا هيك نجي انت تركز مع الشاب سؤال سيد الجري هل هو اجراء عادي او استثنائي كنت ما طبقت 92 حكم مطبق على الشاب سيكو انت مستهدف الشاب هذيك علاش لو كان جيت مثلا سنه ال 92 حكم شنو بالضبط به عندنا 92 حكم صادر عن اللجان القضائيه للجامعه ضد الجمعيات لم يتم تنفيذها شكل هذاك هذيك علاش دونك هو السنه في الجامعه هي خرق القانون مش تنفيذ القانون، فتنفيذ القانون كما كان يعمل بن علي قبل تستعمله باش تصفي به حساباتك. هذيك الاشكال حتى على الخطايا. الحكايه، لكن جوز بوان اخر بدي ياسين على التجارة. حكم خلينا نفهم هنا، حكم معناها هو حكم على فرق معناها على فرق مثلا صادق. عندك امثله هنا ولا ايه؟ ما عادش نجم اليوم نلقي لك الامثله الكل، خاطر خاطر مثلا حكيت فيه موضوع هذا مع شكون الجامعه يقول لك فما فرق بين ديون وبين خطايا معناها، ديون نجم نجدول لك انا ديون. اما خطايا مش كيف كيف ما ثم شيء يمنع قانونا جدولة الخطايا حتى شيء كي تحل القانون كله ما تلقى حتى فصل او شيء يمنع جدولة الخطايا اثنين سامحني الخطايا اللي عطاهم مش عمل لهم جاء من نهار 28 عطاهم باش يخلصوا بالغلط تم 20 مليون نحات لهم قال لهم خلصوها كمان قالوا يا راجل راك انت غلط علاش فات الاجال هي راهي خاطر هو الورقه اللي عطاها لهم اعطاهم فيها 20 مليون زايده قالوا يا دي انت قال خلينا نثبت وقتاش يثبت فات الاجال الغلطه منه ثلاثه هذيك الخطايا غير مستحقه غير واجبه علاش؟ لانه فيها استئناف معناها غير واجبه صحيح عندي خطايا انا مستئنفهم فهي غير واجبه ثم كنت نمشي تاخذهم من اللي سالهم لي من عند التلفزه انا لهنا نحيل الاخصائيين نحب نتعمق برشا في الموضوع ديما نحب نحكي تحت رقابه مختص خاطر جديد علي الشيء ذا الكل ثم سي بعطي عملنا دو صحفيه واجاب على كل تلك النقاط نقطه نقطه فافحمها وفخرجها وانه ايش كان يعمل سي وديع في التلفزه كان ويل المصلين ويسكت غادي في حين القصه اعمق واكبر واكثر. جوست اسلام باش نجيو على كلام خاطر جماعه يسمعوا فينا وقاعدين يديروا قال لك راهو اللاعبين المتضررين طلبوا تطبيق الفصل 91 من قوانين الجامعه الذي يقتضي بمنع الانتداب خاطر ما خلصوش والجامعه تجاهلت تطبيق الفصل هذا على جمعيات معينه فبالتالي السنه راهي كما قلت لفيت مع العقاب سيد ودي الجري وقت اللي فما حجر صحي روح هو ولده من انجلترا ما دخلوش في الحجر الصحي راحوا لديارهم فهذوما كلهم حاجات راهو مانيش نحكيو على تجاوزات فقط في تسيير الجامعه اللي انا عندي السيد تفيق المكاش يقول من غير ما تعب روحك تطلب وديد فصار وزوز راه وزوز كافيين باش الشخص هذا يعدي فتره محترمه في السجن سنوات في ظروف عاديه احنا رفعنا قضيه والاسبوع الجاي باش نرفعوا قضيه اخرى قضيتنا رفعناها في جوان في جويليا تم احالتها قطب قضاء المالي اللي بدوره احال الفرقة الابحاث الاقتصادية اللي في زي المنتخب الوطني واللي في قديمه هذه في بالي من وقت ما هي قديمه والمشكله ما صار فيها حتى شيء وال التقرير الثاني اللي صار ما عيطوا لكمش ما سمعوكمش اللي سمعونا تو سمعونا تو رسميا نهار الخميس تم الاستماع لينا ونتصور شي استمعوا زاد الجامعه والشركه المعنيه بالامر فما كيف قضيه اخرى الاسبوع القادم حول تزوير وثائق رسميه اللي كيف موجوده في تقرير الرقابه فيما يخص شنو؟ اللي هما الاوراق تاع الامبو المطبوعات اللي هما مزورين دونك فصل اللي يقترحوا فريق الرقابه انه فصل 297 يطبق
اللي ما طبقش للاسف. دونك احنا باش نقوموا شنو ب اللي خليكم تقولوا اليوم مزورين معناها؟ لا هذه مش كلام نحن، هذه كلام من الرقابة. وزارة المالية. لكن وزارة المالية هو ما هو قال جيتنا الرقابة المالية ما قال حد. لا 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 المجتمع. مش صحيح. ريتك كيف غلط في العبادة. من 1 نوفمبر 2017 لف لدى وكيل الجمهورية، واحنا توا نتسائلوا علاش توا متحرك. أنت صحافي رومونت تو انفستيك، قال جاء تقرير الرقابة وما قال شيء، أنا نشرت تقرير الرقابة ونشرته أي واتش 252 صفحة. في الاخرين اللي هبطت وانت على السفره وهبطت تاعك اي واز زد. دونك كيفاش يكون ما لقاو شيء؟ هو التقرير موجود. هبطنا المراسله وزاره الماليه قلنا راهو احلنا الملف للسيد وكيل الجمهوريه بتاريخ 1 نوفمبر 2017. السؤال الحقاني السيد وكيل الجمهوريه لمحكمه تونس من 1 نوفمبر لتو واش بما ما لحقش شيء. انا بعثت راني مراسله سيد وزير العدل في الموضوع، ثم هيكل اسمه تفقديه في وزاره العدل، اذا ثم تواطؤ مخبين الدوسي مرقدينه، ثم اخلالات في الاجراءات، الهيئه هذه تنظر في الموضوع هذا وتعاقب السادة القضاة كي تقصروا كذا تبين منهم تقصير، وسرح الملف بعث له رسميا قلت واش معناها من 2017 التو الدوسي راق فما إجابة مازال كي بعث الملف، لكن اش معناها شكون يحمي فيه حتى في القضاء؟ أريد المغالطة عنها مهمة القصة هذه، أنه قال جيت وما لقوا عنا حتى شيء، كيما صحيح القاو في التدليك، معناها تصور انت القانون معناها حكايه التدليك بصراحه بصراحه تنطر انه يخلص برشا ولا باس عليه. المشروبات الكحوليه والتدليك الخاص في وسط الجامعه، حكام تخلص في النوار لاباس، معنا احنا اليوم كيفاش في النوار؟ في النوار يعطي فيهم بالفلوس وللي يحب هو زاد اللي يختار هو، وما يحطهمش في السيستم انفورماتيك. هذا في التقرير بتاع الرقابه الماليه. انت اولتها اساسا هو في النوار، حاجه اخرى اولها اوترومون، خاطر انت جيت وحدك طلبت افونس كحكم، خذيت الافونس هذيك من بعد في السيستم انفورماتيك ما دخلتهاش، دونك زدت خلصتك نورمال وقعدت خلصتك. يعني خلصت اكثر من اصحابك. هذا سؤال اكثر من هكا، يقول له راك عندك هو مليار. فما حكام واخذين ديزافونس بطلب منهم، هذا يقول التقرير فما مليار ديون. فما عندكم الاسامي تاع الحكام ولا غير ما نذكر؟ لا ما خرجش في التقرير. خاطر انا هنا مثلا كنت حكم من هنا، كنا نخلص وراه بروتال بعب العام وراه مش ما نوصلوش للافونس. فما ديون، فما ديون يحكيوا على مليار ديون من لسيد الحكام لدى الجامعه، ويقول له التقرير التوصيه اللي يقولها له، يقول له خلص الناس باش تبعدهم على المراسله. يا اخي حكم عميل ما تخلصوش والعام ما تخلصوش، كيفاش يحبوا ينجم يقاوم كي تبدا ثم رشاوي؟ هو ايش يعمل؟ الحكام اللي حشتوا بهم يقول لهم قولوا عمل لي ورقه افونس، يعطيها افونس وما يحطوش في سيستم انفورماتيك تاع الجامعه كي تخلص من بعد. دونك ياخذ افونس تاعي ماشي يمورو، واثنين كي تصب الفلوس من بعد ياخذ فلوسه كامل، الافونس هذيك ما تنحاش. هذا كيف كيف موجود فيها موجود في تقرير الرقم.